ناخذ هيثم، لو تذكر انت المباراه او حاله الادارات الهلاليه السابقه، كان في عمل وحشد وتواجد اداري مكثف في القنوات، كان في نوع من التهيئه الجماهيريه للفوز والخساره. الاداره الهلاليه الحاليه بمختلف اعضائها مثلا غير متواجدين ابدا في المشهد، يعني ما تشوفهم لوقت المباراه. هل هي مدارس يعني قد تجدي مره ولا تجدي مره؟ لكن امير رؤوف بن سعد لا يصرح عدم تواجد إدارة الهلال في أي من القنوات أو الصحف، التواجد فقط نلاحظه في المباريات، هل هي إدارة تكتمية؟ احنا نتذكر أنه الأمير نواف بن سعد كان نائب للأمير عبد الرحمن بن سعد، وبالتالي كل شخص عنده سياسة مختلفة. ممكن الأمير نواف بن سعد استفاد من أخطاء سابقة حدثت من خلال تصاريح إعلامية، كان في أحاديث بكثرة في المشهد الهلالي تحديدا عند وصول الهلال دور 13 دور الثمانية، تبدأ تشوف المشهد الهلالي بدأ يتوتر، بدأ الحديث سواء على المستوى الإداري، على مستوى اللاعبين، على حتى مستوى الجماهير، تجد أنه كان في الهلال كان يضع نفسه تحت الضغط، هو من يضع نفسه تحت الضغط، سواء كان الجماهير، كانت الإدارات من خلال تصاريحها وإلى آخره، وإعطاء مسألة الوصول للعالمية أكبر من حجمها بكل أمانة. يعني كانوا يضعوا اللاعبين تحت الضغط، لا احنا نلعب بحسب امكانياتنا، اذا وصلنا الحمد لله، ما وصلنا عندنا بطوله ثانيه وبطوله ثالثه. لكن اللي احنا كنا نشاهده خلال الفتره الماضيه كان في ضخ مالي كبير، يعني خلال فتره الامير عبد الرحمن بن سعد، وكنا نشوف يعني الاطروحات الاعلاميه والى اخره، ولكن تشعر انه كان الفريق تحت ضغط نفسي. يعني حتى انا اتذكر كان انه في حديث لاسامه هوساوي في فترة سابقة، يعني تحديدا يعني بعد خسارة سيدني، كان يتحدث انه الامور الاعلامية هذه تأثر علينا كلاعبين، كان يتحدث انه هذه الامور الاطروحات الاعلامية كلها تؤثر علينا. اطروحات للاعلاميين ولا الادارة في المنصات الاعلامية؟ لا، اطروحات اعلامية بشكل عام، سواء كانت ادارية او حتى من بعض اللاعبين او حتى من بعض الجماهير، كانت ردة الفعل الإعلامية تسبب ضغط كبير على لاعبين الهلال داخل الملعب. إحنا نشوف لاعبين الهلال من يوم ما يعد الهلال دور 16 يوصل لدور الثمانية دور الأربعة، تبدأ في حالة من الضغط، يبدأ في حالة من التركيز على الآسوية وإنه لابد من تحقيق الآسوية، وتصاريح كثير حتى في النهاية يبدأ الفريق ويخرج من البطولة تباعا. لو نلاحظ الأمير نواف بن سعد، لا، رجل لا يتحدث كثيرا للإعلام، رئيس الصامت، نعم بكل أمانة، يعني رجل حتى وهو يحقق الدوري في العام الماضي ما يتحدث كثير في الإعلام. هذه السنة يسير بخطة ثابتة في البطولة الآسيوية، أيضا لا يتحدث كثيرا في الإعلام. لذلك أنا أرى أنه هذه السياسة هي الأجدى والأفضل، حتى أنها تعطي ارتياح بشكل كبير للاعبين. ممتاز، ياسر قحطاني.